مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، نستعرض وياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. خلال أيام هذا الأسبوع تكون الأجواء حارة نسبيا، درجات حارة نسبيا أثناء النهار، معتدلة أثناء الليل، ولكن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل عام بقليل، ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ ونستعرض الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد. يوم الأحد أجواء حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة، وهذا أثناء النهار، لكن أثناء الليل بتكون درجات الحرارة بشكل أقل، وهذا شيء طبيعي. فالحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 36 والصغرى 24، المرتفعات الوسطى 32 إلى 33 العظمى والصغرى 24، والمرتفعات الجنوبية 31 إلى 22، والأغوار والبحر الميت بحدود 33 إلى 44 العظمى والصغرى بحدود 30 درجة مئوية، والعقبة 45 إلى 29، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الأغوار والعقبة، حارة نسبيا في المنطقة الجنوبية الشرقية 34 إلى 24، وحارة ومغبرة في البادية الشرقية 39 إلى 25 درجة مئوية. يوم الاثنين أيضا استمرار الأجواء الحارة نسبيا، وبالتالي درجة الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 35 العظمى والصغرى 25، المرتفعات الوسطى 33 إلى 34 العظمى والصغرى بحدود 24، المرتفعات الجنوبية 31 إلى 33 العظمى والصغرى بحدود 21، الأغوار البحر الميت ما بين 43 إلى 44 العظمى والصغرى بحدود 30 درجة مئوية، وخليج العقبة أجواء حارة 45 إلى 28، والبادية الجنوبية الشرقية حارة نسبيا 34 إلى 24، والبادية الشرقية أجواء حارة ومغبرة 39 إلى 25 درجة مئوية. يوم الثلاثاء استمرار الأجواء الحارة نسبيا، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل، العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 35 والصغرى 33، المرتفعات الوسطى ما بين 33 إلى 34 العظمى والصغرى بحدود 23، المرتفعات الجنوبية ما بين 31 إلى 32 العظمى والصغرى بحدود 20، والأغوار البحر الميت بحدود 43 العظمى والصغرى بحدود 28 درجة مئوية، وخليج العقبة أجواء حارة ومغبرة 44 إلى 27، والبادية الجنوبية الشرقية حارة نسبيا ومغبرة 34 إلى 24، والبادية الشرقية حارة 40 إلى 25 درجة مئوية. يوم الأربعاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل، وتبقى وتكون الأجواء صيفية عادية إلى حارة نسبيا. المرتفعات الشمالية 34 العظمى والصغرى 23، المرتفعات الوسطى العظمى 31 إلى 32 والصغرى 21، والمرتفعات الجنوبية 30 إلى 19، والأغوار البحر الميت 43 إلى 27، وأجواء حارة، وأجواء حارة في العقبة ومغبرة 44 إلى 26، وأجواء حارة نسبيا في البادية الجنوبية الشرقية 33 إلى 23، وأجواء حارة في البادية الشرقية 41 إلى 25 درجة مئوية. يوم الخميس استمرار الأجواء ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا في المرتفعات الوسطى والمرتفعات الجنوبية، والحرارة في المرتفعات الوسطى 32-33 والصغرى 23، والمرتفعات الجنوبية ما بين 30 إلى 31 العظمى والصغرى بحدود 21، وأجواء حارة نسبيا في المناطق الشمالية 34 إلى 23، والأغوار البحر الميت 42 إلى 43 أجواء حارة هذه العظمى والصغرى بحدود 29 درجة مئوية، وخليج العقبة 43 إلى
29 وأجواء حارة وأجواء تقريبا حارة نسبيا في البادية الجنوبية الشرقية 33 إلى 24 وأجواء حارة في البادية الشرقية 40 إلى 23. أما يوم الجمعة أيضا استمرار الأجواء ما بين صيفية عادية إلى حارة نسبيا. المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 34 والصغرى 22، المرتفعات الوسطى 32 إلى 33 العظمى والصغرى بحدود 22، والمناطق أو المرتفعات الجنوبية 31 إلى 21، والأغوار والبحر الميت 44 إلى 28 أجواء حارة، وأجواء حارة في العقبة 44 إلى 28، والبادية الجنوبية الشرقية 34 24، والبادية الشرقية أجواء حارة 39 إلى 23 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع